بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة مستر علاء ابراهيم. وان شاء الله النهاردة هشرح الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان This is me، هذا انا، مادة لغة انجليزية للصف الاول الابتدائي. نبدأ مع بعض. البداية عندي page 20، صفحة 20. التمرين الاول listen and repeat، استمع ثم كرر. هنا عندي بعض الكلمات والصور. اول صورة بقول hand hand يد، hat 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 قبعة، hair 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 شعر، nose 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 أنف، nuts nuts مكسرات، neck neck رقبة. التمرين الثاني look and circle h and n، انظر وضع دائرة حول حرفي ال h وال n. هنا عندي أول صورة hand، حرف ال H أضع حواليه الدايرة. تاني صورة hat، تالت صورة hair، الصورة الرابعة بضع دائرة حول حرف ال N، nose nuts neck. هنا أهم الكلمات اللي في الدرس، يد hand 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 قبعة، hat 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 شعر، hair 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 أنف، nose 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 مكسرات، nuts 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 رقبة، neck 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 neck. بعد كده نتنقل لبيج 21، صفحة 21. وهنا الطالب بيتعلم ازاي يكتب حرف ال H وحرف ال N. اول تمرين look trace and say، انظر تتبع النقاط ثم قل. هنا عندي حرف ال H، اكتبه ازاي؟ ببدأ في خط مستقيم رأسي من اعلى الى اسفل، وبعدين اتحرك باتجاه اليمين بالشكل ده H H. نفس الفكرة هطبقها على حرف ال H اللي في كلمة hand hat hair. حرف ال N ببدأ من اعلى الى اسفل في خط مستقيم، بعدين ارجع باتجاه اليمين الى اسفل مرة اخرى، ان في كلمة نوز nuts neck. كده انتهينا من شرح الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان This is me، مادة لغة انجليزية للصف الاول الابتدائي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.